نرحب بسيادتك ونرجو ان يكون صوت حضرتك، لان الكلمه دي مدام فاطمه هي اللي عايزه تاكد عليها، لان عشان الحوار يكون مقروء لابد ان هو يكون في جانب كبير من الاسئله. انا مجهز، مش عايز اقول الاسئله الساخنه قد ترقى الى مستوى اعلى من كده شويه، لكن احنا بنتعامل مع حضرتك على اساس ان احنا وسيادتك والوزاره يعني فعلا زي الجمهور ايد واحده في سبيل الناس، يعني هدفنا الاول والاخير الاحساس الوطني والشعور الوطني ناحيه البلد. يعني المجال مفتوح لسيادتك لعرض وجهه نظر سيادتك تشوفها. وبعد كده نشوف الاسئله. انا عارف سريع جدا ما هي الخطه الاستراتيجيه بتاعتك، نعقبها على طول في 5 دقائق معدلات التنفيذ، لان سهل ان الناس ممكن تعمل خطه ولكن ممكن ما تعرفش تنفذ. فاحنا بنتكلم على خطه، وبعدين الخطه دي الاصول اعتمدت في مجلس الوزراء واعتمدت من رئيس الجمهوريه واعتمدت على انها المشروع القومي المصري. ناس كتير ممكن تعمل خطط ولكن الاهم ان الناس تعرف تنفذ الخطه. فانا هعرض الخطه، وانا بعرض الخطه هقول كل حاجه عليها معدل انجاز. يعني احنا بالتاكيد ده هيجاوب على معظم الاسئله ان شاء الله. ان شاء الله. فاحنا الخطه بتاعتنا خطه قصيره المدى ومتوسطه وطويله. يعني حتى من ضمن كانت التعليقات انت بتعمل، انتوا حكومه مؤقته ازاي تعمل خطه لطويله المدى لغايه 2030؟ لا، احنا لازم نبني للبلد ونخطط لها، وكمان نثبت لشعبنا الجميل ان احنا قادرين كمان ننفذ الخطط دي ونرسم نظام. يعني لازم يبقى عندنا سيستم، نظام وقبان وعليه عربيات هي المؤسسات، ويبقى في قائد. القائد قد يكون محمود او اي واحد تاني، بس كل السيستم اترسم وماشي في مساره الطبيعي. وعشان نثبت ان في مسار طبيعي يبقى لازم يبقى في معدلات، يبقى في انجاز، يبقى في شغل. وانا دايما ما بحبش كلمه انجاز، لان لسه ما وصلناش لمرحله الانجاز. احنا دلوقتي بنقول كشف حساب، يعني احنا بنحاسب نفسنا الاول. فاحنا الخطه بتاعتنا المرحله الاولانيه بتاعتها 14-17، المرحلة الثانية بتاعتها 17-22، المرحلة الأخيرة بتاعتها، مش الأخيرة اللي هي يعني الأخيرة في هذا البرنامج في هذه الخطة، 22-30. وليه 30؟ لأنها ماشية مع الخطة القومية بتاعة التخطيط لمصر. يعني إحنا كنا الأول عاملينها لغاية 22، لما بدأت وزارة التخطيط تخش معانا قال لك لا، لازم عشان كل الخطط تبقى ماشية على لغاية 30، فروحنا عاملينها لغاية 30. المرحلة الأولانية بتاعتنا اللي هي بنسميها قصيرة المدى اللي هي 14-17. ال 14-17 ليها اهداف، واحنا بنتعامل زي ما سيد بيه قال ان احنا بنتعامل مع 18.5 مليون طالب ومليون ونص معلم، ولو اضفنا الاسر بتاعتهم فاحنا بنتعامل مع نقدر نقول مصر، ما فيش حد كبير صغير الا ما له علاقه بالتعليم. ما كانش ابنه يبقى حفيده، ما كانش ابنه يبقى ابن اخوه، ابن اخته، ابن الجيران. هتلاقي كل الناس لها علاقه بالتعليم. عندنا اهم كبير ان احنا عندنا اولاد، بقولكم وبعترف اهو، وبنات في ثانوي ما بيعرفوش يكتبوا. فيبقى تخيلوا مدى ال 60 سنه اللي فاتوا دول عملوا ايه في التعليم. طبعا لما نيجي نتكلم على سنه ما تقدرش تغطي كل البلاوي اللي حصلت في ال 60 سنه. وبناء عليه يبقى لازم نشتغل. ما احنا لو قعدنا نقول الموضوع صعب وعايز سنين طويله وعايز يبقى مش هنعمل. ورحله الالف ميل بتبدا بخطوات، فاحنا عملنا خطوات. فهنبتدي نقول ان احنا بنتعامل مع فئه كبيره جدا، مش عارف انا ممكن اعملها كده بحيث انك تشوفوا معايا البرزنتيشن، ان احنا بنتعامل مع القاعده الكبيره بتاعه التوزيع السكاني في مصر اللي هم يمثلوا بالمعلمين 20 مليون واحد، ولو اضفنا الاسر بتاعتهم هنلاقي ان احنا نتعامل مع فئه كبيره جدا من المجتمع. طيب احنا من ضمن مشاكل التعليم التصرف من التعليم، يمكن انا كنت قبل ما اجي كنا في المؤتمر بتاع محو الاميه. لكن محو الاميه لو ما كناش نشتغل عليها وكمان نقفل الحنفيه يبقى هنقعد نمحو اميه ويجي اميه جديده. فكان لازم نشتغل على حاجتين، ان احنا نمحو اميه، احنا عاملين خطه استراتيجيه برضو لمحو الاميه، نستهدف في 2014 لغايه ديسمبر ان احنا نمحو 106 مليون واحد. عمرها ما حصلت في مصر،
لكن عايز اطمنكم ان احنا النهارده كنا بندشن 3 مليون واحد محل ابيض. طبعا هنلاقي ان في حاجات كتير قوي كانت بتتعمل زمان زي شهادات بيدوها للناس بدون محوميه عشان يطلعوا رخصه عشان مش عارف يشتغل. لا، عملنا داتا بيز بالرقم القومي بحيث ان فعلا اللي يتمحى اميته نتاكد ان هو ما دخلش قبل كده، ما خدش شهاده قبل كده، ما اتعلمش يعني ما اتحطش عندنا قبل كده، بحيث ان يبقى فعلا اللي يتمحى اميته ده حقيقي، ونضيفه بعد ما ياخد الشهاده الى الداتا بيز بتاعتنا بحيث ان هو ما يقدرش يخش عليها تاني. ليه؟ لان كان زمان الموضوع ده فيه فلوس. احنا بندي للمدرب او للشخص اللي بيمحى الاميه 200 جنيه على كل واحد يمحو اميته. وبناء عليه فالناس كانت ممكن تعمل حاجات كتير قوي بحيث انه يجيب 1000 واحد في 200 جنيه عمل له 20,000 جنيه وهكذا. فاحنا لا اشتغلنا بطريقه علميه قويه جدا. الشهادات كمان عملنا فيها علامه مائيه ودققنا فيها عشان كانت الشهاده بتتباع ب 1000 جنيه كل الناس عارفه. كانت الشهاده بتتباع ب 1000 جنيه عشان يروح يعمل رخصه او ياخد وظيفه يشتغل بيها. منعنا الكلام ده كله. بحيث ان احنا نشتغل حقيقي. يعني مش ندي ارقام وهميه. ويعني كمان من ضمن الحاجات ان احنا في ناس كتير قوي بتعرف تقرا وتكتب بس ما عندهاش الشهاده. سمحنا لهم انه يخشوا الامتحان. وبرده نعمل تشيك على انه ما دخلش قبل كده، ونعمل تشيك انه ما خدش شهاده قبل كده حتى ولو بالتزوير، بحيث ان احنا نتاكد فعلا ان احنا بنمحو اميه الناس. بدات اعمل تحفيز لبعض المحافظات ان احنا نقول لهم هنديكم فلوس ونعمل السنه دي ان مثلا محافظه اللي تجاوبوا معانا كويس قوي البحيره وبني سويف. ان احنا قررنا مع المحافظين بتاعهم ان السنه دي تبقى بني سويف والبحيره محافظات بلا اميه على اخر السنه دي. ونعملها بايلوت للناس كده ونعمل الغبطه مش الغيره بقى، احنا عايزين الغبطه اللي هي الغيره الحديده. بحيث ان المحافظات الاخرى تغير تبتدي تشتغل معانا ونبقى نطلق. احنا عاملين حسابنا ان خلال 3 سنين ان شاء الله نصل لحاجه اسمها الاميه المحو الاميه النسبي او الزيرو النسبي. اي محافظه او اي حته في العالم نسبه الاميه فيها توصل ل 7% فاقل ده بنعتبره زيرو نسبي. ليه؟ لان في ناس وصلت لسن معين صعب قوي جدا ان احنا نتعامل معاها. في ناس ما بنقدرش نوصل لها فعالميا تقرر ان يكون من 7% او اقل ده الزيرو النسبي. فاحنا لو وصلنا في مصر كلها الى 7% او اقل فاحنا عملنا التحرير. تحرير الاميه كلمه جميله بتتقال ولكن هي تحرير مصر. احنا لو وصلنا ان احنا ما بقاش عندنا اميه، انا لسه قايل الكلمه دي دلوقتي، قلت تحرير الاميه، لو وصلنا ان احنا حررنا مصر من الاميه فاحنا حررنا مصر من عدو خطير. وده اهم عدو على فكره. يعني الاعداء انت عارفهم شايفهم هتقدر تحاربهم، ولكن ده العدو الحقيقي اللي هو جوه الناس، احنا لازم نحررهم منه عشان نحرر مصر. طيب عايزين بقى لما نوصل للزيرو النسبي ده او 7% فاقل او نوصل لمفيش اميه، يبقى عندنا هدف تاني ان احنا مفيش ينضم للاميه ناس جديده. فلازم نشتغل على ايه بقى؟ على الطلبه. لان الطلبه دول لو حصل منهم تسرب، التسرب ده هو اللي هيرجع لي الاميه مره اخرى. فعشان كده كان لازم نهتم بالتعليم الابتدائي. ثم هنخش على الدكتور، هندخل على الباقي ازاي؟ اي واحد يجي يقول همسك وزاره التربيه والتعليم يقول لك انا محتاج 12 سنه علشان اعمل حاجه. اللي هي عدد سنوات 6 ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي. ده الخطه بتاعتنا 3 سنين. ان احنا نعمل حاجه بيحس بيها الناس، يحس بيها المتعلم، يحس بيها اولياء الامور. احنا عارفين ما مدى الناس بتعاني ازاي من التعليم. والدروس الخصوصية والسنترز، بصوا انا عارف كل حاجة. يعني انا والدتي الله يرحمها كانت التربية والتعليم، انا استاذ جامعة، اشتغلت في التربية والتعليم سنتين ماسك قطاع التعليم الفني، فانا شفت المطبخ كله وعارفه. هتواجهوا ازاي موضوع الدروس الخصوصية؟ هقول لحضرتك كل حاجة. هنيجي نتكلم دلوقتي الدرس الخصوصي له ابعاد كثيرة، يعني هرد على حضرتك الأول لأن ده بتقلق الناس. أبعاد كثيرة، أولاً قلق الأولياء الأمور. على ان كل واحد عايز ابنه عارف دي. بس لو تسمح حضرتك قبل ما انتبه لمسألة الدروس الخصوصية فيما يتعلق بمسألة المحو الأمية.
عايز اعرف طيب ما طب ما استاذنكم ننتظر مع الوزير يعرض الرؤيه بتاعته كامله وكل واحد يسجل النقط يعني بتاعه حضرتك سجل ونرجع عليها تاني. طب بس انا معترض على حاجه واحده بس. حضرتك عاوز تغادر 10 الا ربع كده اول ما نخلص يا فندم. لا ربنا يخليك ربنا يخليك تحت امرك ربنا يخليك اول ما نخلص تقول لي كفايه عليك كده. لا يا فندم تحت امرك. فالفكره في ان احنا نيجي نشوف عشان لما نخلص الشعب اللي موجود دلوقتي قراءه وكتابه ونعمل تنميته ونحرره زي ما بيقولوا يبقى لازم نعمل حاجه مهمه جدا ان احنا نمنع نقفل الحنفيه. طب نقفل الحنفيه يبقى لازم ندرس درسنا وشفنا اسباب التصرف. نمره واحد من اسباب التصرف بعد المدرسه. في عندنا قرى الاطفال والاولاد والبنات بيمشوا من 5 ل 7 كيلو عشان يروحوا لاقرب مدرسه خصوصا في ابتدائي. تخيلوا اي ولي امر وبالذات في الفلاحين وفي الصعيد نمره واحد هيقعد البنت هيخاف عليها مع الظروف الامنيه اللي فاتت دي واللي موجوده هيبقى في رعب هيقعدها. فبدانا نقول لا لازم نوصل بقى بالمدرسه لاقرب ما يكون للقريه نفسها. عملنا حصر لان عندنا 1000 قريه محرومه تماما من التعليم وهي على فكره طلعت القرى دي الاكثر فقرا يعني في الاحصائيات كلها طلعت الاكثر فقرا. فتخيلوا الكلام ده بقاله 60 سنه برضه. احنا عملنا 600 مدرسه لغايه دلوقتي مدارس الفصل الواحد جوه هذه القرى. وفاضل لنا 400 ان شاء الله ان شاء الله على ديسمبر كده تكون ال 400 دول خلصوا. برضه عايز اضيف ان ده مش داخل في الموازنه بتاعتنا. كل ده تبرعات رجال اعمال ناس بسطاء ادونا بيوتهم بيت كده يديني بيت يقول له خد اعمله في الفصل الواحد، ناس اديني حته ارض اعمل عليها مدرسه الفصل الواحد. ودايما لما كنت اطلع في التلفزيون او اعمل ندوه زي كده لازم اطلع بفلوس تبرعات عشان اخد منك ما تخافوش. لا احنا مستعدين مفيش مشكله. بص عايز اقول لحضرتك ان عندنا افكار كتير قوي لو تساعدونا فيها بقى. انتوا على فكره مش لازم تدونا فلوس بس انتوا ممكن تساعدونا ان احنا نجيب فلوس. احنا عاملين حساب رقمه 70 70 70 البنك الاهلي المصري ده صندوق دعم المشروعات اللي هو بيعمل كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها بالمدارس الاضافيه مدارس الفصل الواحد تجهيز المدارس اتوبيسات لبعض المحافظات علشان ننقل المعلمين ننقل الطلاب تجهيزات حاجات كتير جدا بنعملها سنة من التبرعات. وعاملين مبادرات عاملين مبادره انا مثلا شخصيا متخرج من مدرسه حكوميه فرحت في يوم كده قامت في دماغي طب ليه انا ما اصلحش مدرستي او على الاقل الفصل بتاعي. فعملت مبادره جدد فصلك واكتب اسمك. المبادره دي جميله جدا لانها رخيصه 3000 جنيه لو كل واحد اتخرج من مدرسه حكوميه وحابب ان هو يخليها كويسه يقدر يجدد الفصل بتاعه 3000 جنيه. واعتقد ان في ناس كتير قادره على 3000 جنيه. وحاجه بسيطه وبعدين بقى كلها حسنات يعني كل طالب هيجي يقعد على الديسك اللي هو جدده هياخد حسن. كل واحد هيتعلم هياخد حسن. فمن ناحيه القومية حاجة جميلة جدا لأن احنا عندنا 20,000 مدرسة من ال 50,000 مدرسة محتاجة تجديد. برضه ده ميراث مش أنا اللي بوظت المدارس دي في السنة دي. ف مش عارف مش متأكدين. طب يعني تعتقد حضرتك إن أنا هلحق أبوظ حتى أبوظ 20,000 مبنى. ف وعايز أطمن حضرتك بقى إن المبادرة دي صلحت لنا 9,000 مدرسة. من ال 20,000 بس لسه باقي عندنا لسه 11,000 مدرسه عايزه تجديد. داخل في الموازنه بتاعتنا جزء لكن محتاجين التدخل من المجتمع المدني من الناس من البسطاء حتى. فانا رحت بدات بنفسي رحت جددت الفصل بتاع مدرستي وكان ليا 2 زملاء كمان راحوا معايا جددوا بحيث ان احنا بقى عندنا 6 فصول متجدده في المدرسه بتاعتي في يوم واحد خلصوا افتتحنا وما جراش حاجه انا مستعد احط اسم كل واحد وحطيت فعلا اسمه فلان الفلاني فصل فلان الفلاني 3000 جنيه. لو حبينا يعني لو واحد عايز يعمل اكتر ممكن يشتري سمارت بورد ب 3000 جنيه كمان عشان نعمل التعليم الالكتروني والتفاعلي او يعمل اكتر من فصل حسب كل امكانياته. في بعض الناس عملت مدارس كامله دي حاجه كويسه. طيب ادي احنا بنتكلم بقى على ايه ان احنا لازم كلنا نبقى مع بعض عشان كده الاستراتيجيات دي شعارها ايه؟ معا نستطيع. كلمه معا نستطيع كلنا اللي مش هيساعد بفلوس هيقدر يساعد بكلمه. اللي مش هيساعد بكلمه هيساعد ان احنا نجيب فلوس. لان ممكن
اخبار اليوم تتبنى حمله للتبرعات للمدارس للتعليم للمناهج في ناس جات لي من المدارس الفرنساوي والمدارس الانجليزي قالت احنا ممكن نساعدك معناش فلوس بس نراجع لك المناهج. بنعمل لهم تيست لان مش عايز اي واحد نعمل لهم تيست واختبار وفعلا بيشتركوا معانا في الاجابات بتاعت المراجعه. في منهم اتاسفنا لهم قلنا لهم معلش احنا خليكم في مرحله ثانيه. فعايزين كل الناس تساعد لان الموضوع كبير مش صغير. احنا بنتكلم على مليارات محتاجين عشان نحسن العمليه التعليميه. الدروس الخصوصيه بقى حضرتك زي ما قلنا بعد المدرسه فالناس ما بتروحش فيستسهل وراح ياخد درس. الكومبيتيشن العاليه ان كل الناس عايزه تخش كليات القمه، عدد المدارس عدد الاماكن المتاحه في الجامعات اقل من عدد الطلاب اللي بيتخرجوا، فاذا هناك حرب على ان كل واحد ياخد المكان او يلحق ياخد المكان. في حلول عندي وفي حلول لازم تتعمل في التعليم العالي. الحلول اللي عندي ان انا لازم اوفر تعليم جيد في المدرسه. الطالب لو لقى اللي هو عايزه في المدرسه او لقى الامور حاسه ان هو بياخد حاجه كويسه بتفيده اكيد هيحضر. بعد المدرسه لازم تتقرب. كمان الانشطه لازم يبقى عندنا عوامل جذب للطلاب. لان الطالب لو ما لقاش اي عامل جذب غير ان هو يخش يروح ياخد كلمتين ممكن ياخدهم في عظمه ممكن ياخدهم في جنابه ويمشي هيزهق ويمشي. وبعدين لازم المعلم يبقى قدوه. اول ما المعلم يبقى قدوه انا فاكر ان احنا كنا نخاف نبص للمعلم بتاعنا في عينيه. انا مره كنت راكب عجله وماشي في الشارع وبعدين ببص بعينيا كده لقيت المعلم بتاعي جاي في السكه اتكعبلت وقعت رغم ان انا سويت عجل يعني ماهر يعني. ليه؟ حبا واحتراما وتقديرا لهذا المعلم. فاحنا لازم نوصل بقى المعلم انه يرجع تاني. المعلمين بتوعنا كويسين قوي بس عايزين يتدربوا، عايزين طبعا حافز مادي، عايزين عايزين عايزين. احنا كل الحاجات دي هنعملها. عندنا معلمين كتير قوي بيشتغلوا 80 جنيه و100 جنيه ما ينفعش. فعشان كده من ضمن الحاجات اللي الاستاذ تميم عارفها ان احنا جبنا 85,000 فرصه لتثبيت المعلمين اللي هم المؤقتين ابو 80 و100 جنيه عمرها ما حصلت في التربيه. حتى بعد التثبيت مرتباتهم متدنيه؟ لا يا فندم، اللي اتثبت وصل للحد الادنى بتاعه 1726 جنيه. لما تقارن حضرتك 1726 جنيه بالحد الادنى اللي الدوله مقرراه 1200 يبقى هم متميزين ب 500 وشويه جنيه. مش كافي. ما قلتش ان هو كافي بس النهارده خطوه للامام. ليه؟ لان الحكايه دي كلفت الدوله الحافز اللي احنا جبناه زائد تثبيت المعلمين 8 مليار جنيه. واحنا شايفين ان الدوله بتعاني ازاي وعايزه يعني في 6.2 مليار جنيه جم للحوافز للمعلمين. وكمان ثبتنا ال 85 هم ما كملوش لغايه دلوقتي هم وصلنا ل 75,000 وما زلنا عندنا مشاكل كتير جدا. في ناس في 14,000 واحد في الشرقيه مسجلين على عقود وهم خارج مصر. ولما جينا نعمل الاجراءات ونشوف العقود بتاعتهم راحوا حرقوا في ابو حماد مثلا حرقوا المكان بتاع العقود. ليه؟ لان كل واحد عايز ياخد حق مش حقه. واحنا بندقق قوي بنشتغل بشفافيه قوي اللي يستحق هو اللي يثبت. عشان كده ما زلنا ما وصلناش ل 85,000 وصلنا ل 75,195. عندنا لسه 10,000 وشويه فيهم مشاكل نتيجه ان الناس عايزه تاخد حق مش حقها. ده في ناس عملوا لها عقود وهي اصلا عمرها ما اشتغلت في التربيه والتعليم. ليه؟ لان رجعنا تاني الفتك الميري اتمرمغ في التراب. لان زي ما بقول لحضرتك المرتبات على فكره بتوع المعلمين المدارس الخاصه نفسهم يشتغلوا يرجعوا يشتغلوا في المدارس الحكوميه. ليه؟ عشان الحد الادنى بتاعنا اللي هو 1726 بلس 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 بقى يعني ممكن الناس تاخد حاجات ثانيه تستفيد بيها زي المجموعات المنظمه. مش عايز اتكلم عن الحاجات الغير شرعيه لكن جوه المدرسه نفسها ممكن المعلم يجني فلوس بالحلال لو عمل اداء كويس زي المجموعات زي الانشطه. في حاجات كتير قوي ممكن ياخد عليها فلوس. غير ان احنا عندنا مصروفات المدرسه نفسها بالكامل دلوقتي بتتساف في المدرسه علشان تدعم المدرسه من ناحيه الصيانه من ناحيه الاداء من ناحيه اصول التقويه من ناحيه التجديدات من ناحيه الانشطه. كل دلوقتي كان زمان جزء كبير جدا بيتاخد من المصروفات بيروح للوزاره علشان تعمل بيه حاجه عاده ما بتعملش بيها حاجه. فقلنا لا خلاص في قرار دلوقتي المصروفات كلها بالكامل تدناها في المدرسه عشان تدعم العمل. وعملنا تنظيم بقى لصرف هذه الفلوس عشان ما تبقاش يعني تتعامل باي طريقه باي كلام. قسمناها بنود الصيانات الخفيفه الانشطه
دعم المعلمين، تحفيز المعلمين، بقت مقننه ومعروفه، كل حاجه ليها بوينت سيستم. يعني لو الاستاذ بتاعنا الفلاني ده عمل 1 2 3 4 يقدر ياخد، لو ما عملش مش هياخد. لان برضه من ضمن الحاجات الوحشه قوي اللي كانت بتتعمل زمان ان كل الناس بتاخد زي بعضها. فحضرتك بتشتغلي كويس قوي وانا ما بشتغلش خالص، انا باخد زي حضرتك، هيجي لك في وقت تزهقني، تحس يعني انا طالع عينيا وعندي ضمير وباخد زي اللي ما بيعملش حاجه خالص وما بيجيش. وممكن ادائك يقل، ممكن تبقي زيه في الاخر. فلازم يبقى فيه حافز قصاد العمل. كل ده اتقنن، ما ظهرش قوي في هذا العام الدراسي نتيجه الظروف اللي احنا كنا عارفينها. لكن داخلين على عام دراسي ان شاء الله يبقى فيه انتظام في هذه الحاجات. هل هيبقى فيه عقاب اللي هيستمروا في الدروس الخصوصيه؟ احنا انا عايز اقول لحضرتك ان الدروس الخصوصيه بتتعمل في سنترز خارج المدرسه. تتبع المحليات، هم اللي الوصول بتوع الضرايب والمحليات هم اللي اشتغلوا عليها. لكن العقاب عندي بقى المدرس لازم يحضر من اول دقيقه لاخر دقيقه. لان احنا وصلنا لمرحله ان المدرسين بيطلعوا في وقت العمل يروح يدي دروس ويرجع تاني او ما يرجعش. فاحنا هنعمل كنترول على اليوم الدراسي بالنسبه للطلبه وبالنسبه للمعلمين. وهيبقى الغياب بجد، الغياب كمان هيتراقب بطريقه مركزيه. يعني احنا عندنا غرفه العمليات في الوزاره اللي هتراقب المدارس كلها، لان احنا وزعنا كمبيوترز على كل مدير المدارس، كل الوكلاء، وكمان مواصلينها بالانترنت. وهنقدر نعمل نظام الكتروني، مراقبه الكتروني، ونظام اداره الكتروني، بحيث ان فعلا هنقدر نعرف اذا كان المعلم موجود ولا مش موجود، الطالب موجود ولا مش موجود. طب هو بالنسبه للطالب يا دكتور، موضوع اعاده القيد مثلا في المدارس بعد ما بيستنفذ عدد مرات غيابه، بيبقى في رسوم بيدفعها ويعقد وبياخد عليها مده، برضه مده غياب تقريبا بتتكرر نفس المده. هل دي هيتم تقنينها؟ دي معموله اصلها ب 10 جنيه اعاده القيد. احنا السنه اللي فاتت قدرنا بتشريع صغير كده خليناها 100 جنيه، ولكن مش كافيه. لكن مع تغيير القانون هنحاول نخليها الافات. تمام. بحيث ان فعلا احنا الحته دي فيها صعوبه شويه، لما نكتر المبلغ قوي هيجي يقول لك طب مش رايح، طب حصل له تسرب. احنا عندنا في الدستور الجديد او احنا مسؤولين عنه لغايه ثانوي، فالموضوع عايز نعمل فيه توازن عشان برضه ما كبرش المبلغ قوي بحيث انه يتسرب بقى خلاص، ما هو مش يقدر يدفع المبلغ. فهنعمل توازن ونعمل كنترول على الموضوع بحيث ان احنا نقدر نبتزه تاني، نرجعه تاني. مش الهدف ان ناخد ال 1000 جنيه ولا ال 2000 جنيه، لا، الهدف ان هو يرجع. طب بس حضرتك دلوقتي قلت مع تغيير القانون، تغيير القانون ايه اللي هتغير في القانون؟ لا، القانون هيتغير في حاجات كتير قوي، بس احنا بنحضره دلوقتي. يمكن حضراتكم سامعين ان انا جبت فئات كتيره قوي من المعلمين والتعليم الخاص والتعليم المجتمعي والتعليم المعاهد القوميه، وكله اشترك في ورش عمل بقى لها شهرين شغاله تعمل لي درافت للقانون. لازم نشتغل بالديمقراطيه، الديمقراطيه ان الناس تقعد تعمل القانون بتاعها. وبعدين ناخد الكلام اللي طلع من الناتج ده، ناخده ونجيب حد من الماليه، لان اي قانون بيترتب عليه فلوس، ومن اللجنه التشريعيه المشكله في مع الرئاسه ومع مجلس الوزراء، بحيث ان طبعا الناس لما بتكتب ممكن تكتب بطريقه غير قانونيه او تصيغ بطريقه مش مظبوطه. اول ما يخلص القانون هقدمه لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء يقرر تقديمه رئيس الجمهوريه للاعتماد وخير وبركه، يقرر يستنى البرلمان، برضه دي هتبقى نظره لمجلس الوزراء. لكن هيبقى عندنا قانون ان شاء الله على نهايه شهر اغسطس جديد شامل كل يعني المشاكل. بص يعني معناها ان حضرتك حطيت القانون وحطيت الملامح بتاعته. ما انا بقول لحضرتك الورش العمل اشتغلت ووصلت للفيرست درافت اللي هو اول حاجه في ولازم يخش بقى مرحلة جديدة. القانون ده بيروح للقانونيين للتشريعيين يقروه، ولازم كمان الماليين يقروه. ليه؟ لأن أي بند فيه أعباء مالية لازم المالية توافق عليه. ملامح هذه التعديلات بتحل مشاكل القانون الحالي، إن أنت عندك قوانين كتير قوي بتشتغل على التعليم، 193 وبعدين جه 155 و93 اللي عدى 155. واحنا كان جرى العرف زمان ان انت تقعد تلصم يعني. تمام. خرم وتروح سد بقانون، خرم تاني وتروح سد بقانون. فلازم تلم كل القوانين دي وما يبقاش ما فيش حاجه هتطلع 100%، لكن على الاقل
يبقى انت لشيت معظم المشاكل اللي هي اتدرست مظبوط، لان احنا عندنا مراكز تربويه، عندنا مركز قومي للبحوث التربويه، عندنا مركز قومي للامتحانات والتقويم، عندنا مركز قومي للمناهج، عندنا تربويين، عندنا اخصائيين، عندنا خبرات. كل الحاجات دي لازم تخش مع بعضها وتطلع لك حاجه. عندنا المعلمين اللي بيمارسوا العمليه التعليميه نفسها لازم يشتركوا في، او اشتركوا فعلا في اعداد القمه. اللي بيمارس العمل يقدر زي اللي بيسوق غير اللي ما بيسوقش. هتلاقي اللي قاعد جنب السواق عمال يقول له خلي بالك اعمل مش عارف ايه، ومرعوب لانه ما بيعرفش يسوق. يوم يرعب الدنيا وقف الدنيا، لكن لو هو اللي بيعرف يسوق التجربه نفسها هتخلي القانون يطلع بشكل كويس. فهنعالج كل المشاكل، مشاكل كتير جدا يعني. طب عشان نعالج شويه مشاكل كده عشان حضرتك تاخد بالك منهم في القانون. حضرتك طبعا لازم يعني تقول كلنا يعني كده عندنا شويه اسئله وشويه مشاكل كده عاوزين نتكلم. انا مش هطول، انا عايز اقول لكم ان احنا عايزين نعمل مدرسه قريبه، عايزين نعمل كمان مناهج، عايز لما تيجي كل نقطه هتكلم عليها هو اديكم معدلات التنفيذ بتاعتي. مدرسه قريبه احنا عملنا 600 مدرسه غير ال 1150 مدرسه الجديده اللي اتعملت. فاحنا اذا عد مدارس عشان احنا عندنا مشكله اسمها الكثافه كمان. من ضمن اسباب التسرب الكثافه. الكثافه العاليه في الفصول. الكثافه العاليه في الفصول. عايز اقول لكم ان الجيزه وصلت الكثافه فيها 120 طالب في الفصل. احنا الهدف عندنا على 2017 نوصل ل 45 في اقل على مستوى الجمهوريه. حتى 45 كثافه؟ ما هي مراحل يا فندم. احنا لو بنينا 10,000 مدرسه وده رقم كبير قوي، اتكلم فوق ال 75 مليار جنيه. يبقى هنوصل ل 45 في اقل. لو بنينا 20,000 مدرسه وده تعدي ال 150 مليار جنيه، مليار، يبقى هنوصل ل 25 طالب في الفصل. فاحنا جينا قلنا نعملها على مراحل. نعمل المرحله الاولانيه ان احنا لغايه 2017 نبني 10,000 مدرسه مع الفصول المجتمعيه، المدارس المجتمعيه اللي هم نغطي بيهم ال 1000 قريه دول، هنوصل ل 45 في اقل. لان عند حضرتك دلوقتي حاليا في حتت ما فيهاش كثافه، زي الوادي الجديد، زي مرسى مطروح، زي البحر الاحمر، زي وسط سيناء. يمكن شمال سيناء فيها كثافه شويه، جنوب سيناء وسط 35 40. بعض الناس اللي مع حضرتك في الوزاره انهم اخوان وانهم هيعملوا هيعملوا هيعملوا، وحضرتك قلت انا قادر على ان اللي بيشتغل منهم هيشتغل ومش هبعد، وثبت عكس ذلك. كلهم حوالي التحقيق، احنا عندنا ما شاء الله التحقيق بعد ايه؟ يا فندم معلش انا لازم ادي كل واحد فرصه. لو انت استبعدتي كل ما انت تشك فيه فانت هتستبعدي ثلاث ارباع الوزاره. انا ما بقولش بقى ان الثلاث ارباع الوزاره يا اخوان، لكن بقول لو احنا استبعدنا كل ما نشك فيه يبقى هنستبعد ثلاث ارباع الوزاره. لكن كان عندنا كنترول، هقول لحضرتك الكنترول كان ايه؟ انا عندي كان غرفه عمليات. غرفه العمليات دي كان ممثل فيها التطوير التكنولوجي، وزاره الداخليه، وزارة الاتصالات، وناس خبراء يعني جايبهم في عملية التحول الالكتروني. بدليل ان اول ما الامتحان يتصور ويطلع على تويتر ولا على فيسبوك بعد 5 دقايق بنمسك الطالب. وبنمنع بقى شطارتنا الوحيدة اللي كانت موجودة ان احنا بنمنع ورود اجوبة. ما حصلش ورود اجوبة في الامتحان الثانوي العام. بدليل ان حضرتك لو مسكت الصفحات بتاعتهم وقريتيها يقول له ايه؟ امتى هتيجي الاجابه؟ امتى مش عارف ايه؟ امتى ايه؟ يعني طلعت الورقه. انا بعترف ان نتيجه تسريب بعد تسريب بقى هنا تسريب بعض الموبايلات بطرق مختلفه من الطلبه والطالبات وبعض المعلمين، القله من المعلمين اللي قدرت تدخلهم موبايلات، الامتحان اتصور وطلع. طب الاجراءات اللي خدتها حضرتك ضد الطلبه وضد المعلمين اللي كان معلم تقريبا وضد اللي موجودين في الوزاره 2222 دوس طلع 4/4 معلم اتمسكوا 2222 تورطوا في هذا الموضوع وتحولوا للاتحاد. كم طالب؟ عندي العدد حوالي 400 وحاجه تقريبا. دول يعني الاربع تلات دول اخوان دول في منهم اخوان وفي منهم بالفلوس عشان برضو ايه يعني الناس بتاخد فلوس. وكم واحد عندنا 425 طالب فعلا اتمسك. وكم واحد من الوزاره؟ يعني كم واحد؟ شاركوا من موظفين الوزاره تقصد القيادات؟ قيادات في التعليم الفني. في التعليم
التعليم العادي؟ ولا واحد من قيادات الوزاره عمل حاجه تمس بعمل الامتحانات. لكن في التعليم الفني قاموا. التعليم الفني حصل وغيرنا اللي انتم ما تعرفوش ان احنا غيرنا 3 امتحانات وعانينا معاناه رهيبه ان احنا نوصل الامتحانات في العدد. ليه؟ لان وزع الجمهوريه كلها. بس في 3 امتحانات دي اتسربت. 3 امتحانات جولي الحمد لله عن طريق بقى الشبكه اللي الواحد عاملها وغيرنا الامتحانات ووصلنا الامتحانات قبل بدايه الامتحانات الحمد لله 3 امتحانات الطلبه لما دخلت بما ان الامتحان متسرب ايه ده مش هو ده؟ تفتكر سيادتك المواد ايه دي؟ المواد كلها كانت تجاريه كانت في التعليم التجاري وبالذات المواد القانونيه. وتحولوا للنائب العام. طب سيادة الوزير اقول لحضرتك حاجه هنا النائب العام سواء الطلبه او دول كان قيادات دول قيادات دول قيادات طب طبعا دول وضعي الامتحان فني ما تقدرش تقول عليهم قيادات القيادات اللي هم رؤساء القطاعات ودول يعني لا غبار عليهم دول الوضعيين الامتحان. طب انا فندم كنت لا انا كنت جزئيه الاخوان قبل ما نعطيها بس هو كانت المفاجاه عندي لما جيت رئيس الجمهوريه بيتكلم وكان الكلام بمناسبة الطاقة وتخفيض دعم البنزين والسولار اللي هو بيقول إن الآليات المتابعة والمراقبة عندنا عشان نرفع من السوق وقوة الباص وغيره من وسائل النقل مش موجودة أو ضعيفة. دي ملاحظة. الملاحظة الثانية إن برضه رئيس الجمهورية بيعترف إن في فصيل موجود خد بالك ما يعرفش ربنا لا زال موجود في كل اماكن المناهج. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا 1296 منهج موجودين في وزاره التربيه والتعليم معظمهم في التعليم الفني. ليه؟ التعليم الفني فيه في شعبات كتير قوي وتخصصات كتير وزراعي وصناعي وتجاري وفندقي. المناهج الاخرى اللي موجوده في التعليم العام، التعليم الفني مشكلته ان صعب يتاخد يعني ليه؟ لانها حاجات علميه كلها تجاريه صناعيه زراعيه ونظريه. لكن المناهج بتاع التعليم العام اللي هو سهل تحط فيها زي التربيه القوميه زي الفلسفه وعلم النفس في كتاب منهم انا في كتابين فرمتهم انتوا عارفين طبعا ان انا سحبت الكتب دي وفرمتها وعدلت الكتب دي ولحقت ده اللي لحقته في حاجات تانية اتفلترت بسرعة لكن لهذا لا يمنع ان في بعض الكلمات بعض الحاجات كانت مدسوسة في مناهج مختلفة في مناهج مختلفة لكن حاليا عايز اللي تدمرتها في المناهج دي تخاف اللي دعي الوزارة ما بتطفوا المناهج تماما. نعم ايه اللي تدمرته المناهج دي؟ لا اخوانا الجماعة علامة رابعة كان في كتاب كان على الغلاف بتاعه علامة رابعة. شايفة خدتوها امتى دي بقى؟ خطة هي خطة هي خطة كانوا بينفذوا في يعني نشر كتاب علامة رابعة على الكتاب كان موجود مش انا وريته لكم مرة في مؤتمر صحفي موجود ممكن ابعت لكم نسخة منه يعني لا ما كانش هننشر ده انا بقول يعني ان الكتاب واضح قوي مش محتاجة تقريه ده اول ما تمسكيه كده تقولي ده كتاب اخوان يعني كان عندهم يعني لحد دلوقتي المواجهه اللي بتتم لاخوانك مناهج التربيه والتعليم ايه بقى الجديد اللي احنا عملنا 3 حاجات في موضوع الكتب ده. الكتب اللي هي متاخونه بالكامل دي اتسحبت واتفرمت وتم اعاده تاليفها ونزولها ده السنه اللي فاتت. في كتب اللي كانتش لسه اتطبعت فلترت تماما ونزلت. تعالى بقى نتكلم على العام الجديد بقى لان هو اللي فات زي ما قلنا كنا بنلحق لان احنا جينا على فكره كمان كام يوم كده هيبقى بقى لي سنه بالظبط. كنا حلفنا اليومين اول مره 16/7 فتعالى نشوف بقى احنا محضرين نفسنا العام الدراسي القادم ازاي. لا لسه فالعام الدراسي الجديد احنا عندنا 96 منهج اتغير تماما بمرجعيه بقى عالميه بمعايير عالميه لا تعتمد على الحفظ والتلقين ولكن تعتمد على التفكير العلمي والبحث. الحاجه المهمه قوي ان احنا شلنا 30% من الحشو والتكرار. خلي بالكم كان زمان لما يجوا يطوروا اعدادي ياخدوا من سنه وينزلوه اعدادي وينسوا يشيلوه من سنه على فكره.
ايوه فانا كان في القواعد في الناحيه دي. ايوه فانت تلاقي الكتب فيها تكرار، لان الحاجه هتدرسها في اعدادي ترجع تدرسها في ثانوي. وحشو ليه بقى؟ لان كان الاول التاليف الكتب بحجم الصفحات، يعني انا عامل كتاب 200 ورقه هاخد 200 جنيه، عامل كتاب 400 ورقه هاخد 400 جنيه. وبناء عليه كانت الكتب بتطلع كبيره قوي وتخيضه، عمال يحشي يمسك الموضوع ويكرره ويحط مش عارف ايه، ويحاول يجيب امثله ويحاول فالموضوع ان هو لما يدخل قوي كده ياخد فلوس اكتر، بس بيبهدل الطلبه. ف 30% دي دراسه اتعملت، اشترك معانا الاتحاد الاوروبي فيها وعملناها وفرزنا كل الكتب، طلع 30% حشوه تكرار. يبقى نمره واحد اتشال الحشوه التكرار، نمره اثنين اعيد تاليف كتب بالذات الرياضيات والعلوم بطريقه عالميه، يعني دخل النانو تكنولوجي اللي كان محدش يفكر انها تخش، دخل الفضاء، دخل حاجات كتيره جدا لازم اولادنا يعرفوها، مش معقول العالم كله بعرفها واحنا على مستوى ثانوي ولا سنه اعدادي ابتدائي اعدادي، لما بتكلم على ابتدائي اعدادي ثانوي. الحاجه الاهم بقى ان احنا عندنا منظومه عارفين طالب اولى ابتدائي بياخد ايه وطالب لغايه ما يوصل ثانوي عام ياخد ايه، اللي هو حطينا بقى مواصفات الخريج. الخريج عندنا لازم ياخد ايه؟ طيب وياخده امتى؟ وانهي مرحله سنيه؟ وازاي الحاجه تركب على بعضها؟ الطريقه العلميه بقى لوضع المناهج. مش نروح مغيرين ابتدائي وبعدين ننسى بقى نروح مغيرين اعدادي، يوم ده مالوش علاقه بده وثانوي، الخريطه كلها باينه قدامنا دلوقتي. عاملين حسابنا ان خلال 3 سنين جميع المناهج اللي اتفلترت حتى لازم هتتغير، وعاملين التطوير كل 3 سنين، يعني بعد 3 سنين هنبدا تطوير جديد. ليه؟ الدنيا بتتغير، الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم. وبعدين 3 سنين دول فيهم ميزه ان فيهم مراقبه ومتابعه، تقييم وتقويم. وهي ده لو انتم بصيتوا على الخطه الاستراتيجيه هتلاقي كل برنامج مين هيعمله في وقت قد ايه، مين هيقيمه، مين هيقومه. على فكره من ضمن الحاجات اللي كويسه قوي، مين اللي عمل لنا المنهج الديني الاسلامي؟ مين عمل لنا المنهج الديني المسيحي؟ الازهر والاوقاف والكنيسه، هم اللي رجعوه وهم اللي عملوه. وبعدين عملنا لجنه وحدت، يعني ايه؟ يعني لو بعدد الصفحات يبقى قد بعض، لو عدد الدروس يبقى قد بعض، لو يعني ويبقى فيها مبادئ اكتر فيها ما فيها فرص اللي حضرتك خدتها. طب ليه يا فندم ما استبدلهاش بالكتاب الجديد اللي عملتوه؟ ده للمعلمين. بص عايز اقول لك، لا وفي كتاب الاخلاق تقريبا، هو ده كتاب القيم والاخلاق والمواطن. الكتاب ده انا عامله للمعلمين، لو انت شفت العنوان بتاعه ده دليل المعلمين. بس هو يدرس للطلبه عادي؟ هيدرس للطلبه، بس الاول المعلم بتاعك لازم يبقى كويس. انا عايز المعلم يرجع يبقى قدوه تاني. يبقى هنيجي تقول ان كلنا عندنا قيم واخلاق بس نسيناها او ما بنطبقهاش، فهندرسها للمعلم. انا عايز المعلم ارجعه تاني يبقى عنده قيم واخلاق ومواطن. عايز المعلم اتعامل مع الطالب على انه ابنه، تلميذه، اخوه الصغير. عايز المعلم يرجع تاني يحافظ على قيمته ويحافظ على الطالب، لان من ضمن عوامل الجذب للمدرسه المعلم الكويس. انا لو حبيت المعلم هروح. طب يا فندم لو اقتنعت بالمعلم هروح، لو استفدت من المعلم هروح. طب يا فندم المعلم ده اهم عناصر العمليه التعليميه. صح. يعني حضرتك اتكلمت على المعلم وهو يعني انا شايف اللي هو غير مؤهل تماما في المدارس. ايه وزاره التربيه والتعليم اللي تعمله للمعلمين؟ يعني احنا عايزين يعني نشوف معلم فعلا يعني عنده كفاءه في التدريس، عنده كفاءه، يعني معلم يعرف كمبيوتر، معلم يعرف، يعني انا شايف المعلمين وخاصه في الارياف هم الوزاره الالتقاء بالمعلم. على فكره الارياف احسن من الحضر. تمام. لا انت بتفرق المعلمين ازاي؟ معلمين عندهم انت عارف في الارياف عاده بتلاقي قيم واخلاق ومبادئ وعائلات، الاستاذ كل واحد عايز يفتخر ان هو معلم وبيعلم اولاد الناس كويس، عكس ما حضرتك بتقول. معلش انا اسف. الحضر هو بقى اللي فيه مشاكل، اللي هو مش همه العيله ولا مش عارف ايه، كل همه فلوس وهمه طول النهار يشتغل ويعمل، ولدرجه ان انا بقول لكم السنترز بقت تشتغل بالنهار، لان هو يعني بيضرب بعرض الحائط مواعيد العمل الرسميه كمان. احنا بنعمل ايه؟ تدريب تدريب تدريب. اولا احنا خلصنا اكتر من 20,000 واحد دربوا على الاداره المدرسيه عشان ناهلهم ان هم يبقوا مدير مدارس. المدرسه مدير. وهديكم مثال، في مدرسة في العريش فنية صناعية، أول مدرسة في مصر تاخد جولة، رحت زرتها لقيت المديرة
اسمها شربات، انا بقول لها انت شربات على فكره. في معظم البرامج اللي اطلع فيها ببعت لها التحيه، او التحيه للاستاذه شربات اللي موجوده في العريش، لدرجه انها يعني فخوره قوي بالحكايه دي. مجهودها رائع كعاده الستات يعني. وكمان يعني المدرسه لما تشوفوها يا ريت تبعتوا تصوروها. المدرسه دي ولا امريكا ولا اوروبا من النظافه والرسومات اللي موجوده على الحوائط بتاعتها وانتظام العمليه التعليميه والمعلمين لابسين بلاط. على فكره انا ما رحتهاش متعمد، يعني ما كنتش حاطها في الخطه، وبعدين رحت داخل عليها. انتظام رائع، طلبه بيتكلموا انجلش، الاكسنت بتاعتهم انجلش بي بي سي، لدرجه ان انا قلت لهم انا عايز اشوف المدرسه بقى اللي علمتهم الكلام ده. رائع، بتتكلم انجليزي كويس قوي، علمت الولاد كويس قوي. ده كله بقى بايه؟ بان مديره المدرسه عارفه بتعمل ايه وبتدير المدرسه صح. وبعدين بدات استفسر، انت جبت يعني هل في دعم جاي لك، فلوس جايه لك، حد بيساعدك؟ قلت لا، بمجهودنا الذاتي حابين المدرسه. لدرجه قلت لي ان انا من جيبي بجيب لهم فطار علشان يفطروا ويكونوا كويسين، يشتغلوا كويس، نظافه، علم، طالعين ولاد كويسين قوي. طلبوا مني ان هم يتدربوا لان هي مدرسه فنيه، عندهم قسم ملابس جاهزه على حسابي الشخصي. جبت لهم اتوبيسات، نزلتهم العاشر من رمضان لمده اسبوعين. احد اصحاب المصانع استضافهم الاسبوعين دول، اتدربوا ورجعوا. ما تشوفش بقى الحاله النفسيه بتاعتهم والمعنويه بتاعتهم ارتفعت ازاي. وعشان كان فيهم بنات، فانا طلبت ان وليه امر من الطالبات دول تبدل، يعني تروح تقعد تقيم معاهم، عشان عندنا احنا عادات وتقاليد وبتاع، تقعد معاهم وتبدل واحده ثانيه ترجع وتروح، عشان ما تقدرش واحده تسيب او اثنين او ثلاثه يسيبوا الاسبوعين. نعمل حاجه يعني التعليم الفني اللي انتوا نسيتوه وما اتكلمتوش فيه. التعليم الفني اهم من التعليم العام من وجهه نظر حضرتك. طيب التعليم الفني قاطره التنميه في مصر لو اتعمل صح اشتغل صح. ويمكن انت فاكر لما كنت انا ماسك التعليم الفني عملت استراتيجيه وبدات تنفيذها، وعملنا حاجات كتير جدا. عملنا مدارس مع الشركات الصناعيه الكبيره زي المياه والصرف الصحي، المقاولين العرب، الايطاليين. وبدانا بعض المدارس ديت بقى يجي لها اوائل الاعداديه، وهو ده اللي احنا بدانا كنا نعمله نغير النظره المجتمعيه. المدارس دي بتتخطف، الولاد بيتعينوا. احنا دلوقتي الحمد لله النظره اتغيرت شويه، بقت هتديني كام؟ في وظيفه ولا ما فيش وظيفه؟ فالمدارس دي بقى متربطه بصناعه، فبيتدربوا فبيطلعوا لها وظيفه. اتربطت بسوق العمل زي ما بيقولوا. مظبوط، وبياخد السكيلز، بياخد المهارات بتاعت الوظيفه. وعملت فكره مدرسه جوه المصنع ومصنع جوه المدرسه. مدرسه جوه المصنع، باجي حضرتك عندك مصنع اقول لي طب بدل ما يعني تقعد تستني الاولاد لما يجوا لك ويطلعوا مش عارفين، تقعد تتدربي فيه. تصرفي عليه. ما نعمل ثلاث فصول بحد ادنى يعني عندك جوه المصنع، وانا هوفر لك المعلمين بتوع المواد الثقافيه، هوفر لك مدير المدرسه والسكرتير، وانت وفر التدريب العملي والتدريب على خطوط الانتاج لما يوصلوا لمرحله معينه. احد المصانع عمل مدرسه 1500 طالب. قلت له انت هتستوعب كل الناس دي؟ قال لي الصناعه بتاعتنا يا ملابس جاهزه، الصناعه بتاعتنا هتحتاج كل الناس دي، وانا كفايه ان انا هاخد الكريمه بتاعتهم والباقيين هيروحوا المصانع الاخرى. فلفت المجتمع كله موجوده في العاشر مرات. مصر طبعا احنا عندنا 2.5 مليون طالب، صعب جدا ان انا الاقي لهم كلهم فرص تدريب. فبدات اعمل مصانع جوه المدارس، مصانع بتنتج بتاع ديسكات للطلبه، مصانع بتعمل تدوير للخشب. عندنا كميات خشب في جميع مدارس مصر، ليه الديسكات المكسره مش عارف ايه، واخده حيز، في حين الحيز ده ممكن استغله في تقليل الكثافه. هاخد كل الخشب ده ويدخل على مصنع يعمل تدوير خشب، ينتج لي ديسكات، ينتج لي ترابيزات، ينتج لي مكاتب. دول ثلاث مصانع. عندنا مصانع بتعمل تدوير الورق، عندنا كميات ورق لا حصر لها. ما نقدرش نبيعها لانها اوراق امتحانات واوراق مش عارف ايه واوراق. عندنا المرتجع بتاع الكتب. فقلنا نعمل مصنع تدوير ورق، هيطلع لي ورق تصوير، هيطلع لي ورق رولات، اديه لاخبار اليوم، تطبع لي الكتب. ثلاث مصانع كده. دول كلهم ان شاء الله. درست الجدوى بتاعتنا. لا ده احنا اشترينا. اشترينا يعني. لسه ما رجلوش. لكن اشترينا، عملنا المناصه بتاعتهم واشترينا. يعني على التوريد.
يمكن على اخر سبتمبر ان شاء الله المصانع دي تبدا تنتج. طيب تعالى نتكلم بقى على عندنا 48,000 مدرسه حاليا بقى 50,000 مدرسه. المدارس دي بتحتاج اضاءه. الاضاءه دي عندنا عيب كبير جدا في المدارس بتاعتنا، تلاقيها منوره ليل نهار. عدى على اي مدرسه بالليل تلاقيها منوره. انا اعرف الموضوع ده موضوع امن يا ست وزير، لازم بالليل المدارس تبقى عشان بتسهل في الحراسه. هنعمل ننور الاسوار لكن مش ننور المدرسه كلها. طيب احنا عندنا ازمه طاقه. طيب هنعمل ايه بقى؟ نعمل عندنا ثلاث مصانع لمبات موفره الليد. هعمل جزء منها اورد بيه للمدارس اغير بيها اللمبات بتاعتها، وجزء منها ابيعه عشان يعمل لي دخل. الدخل ده اقدر امول بيه الخطه الاستراتيجيه بتاعتي. فعايزين نعمل ترشيد طاقه. ترشيد كهرباء. فعندنا ثلاث مصانع للالواح الشمسيه اللي بتولد كهرباء. يبقى انا على فكره وعملنا التجربه بتاعتهم في مدرستين في اسكندريه فعلا. العداد بدل ما بيلف كده لما حطينا دول العداد بقى يلف كده عكس. ليه؟ لان انا بضخ في الشبكه ما بخزنش البطاريات. البطاريات بتبوظ بسرعه. فانا اتفقت مع وزاره الكهرباء ان انا اضخ في الشبكه واتحاسب على العداد بتاعي. خدت ادفع، اديت اخد. يبقى انا ساهمت في ترشيد الكهرباء. ممكن اعمل دخل كمان. لو الاسطح بتاعتي واسعه وكويسه اقدر احط فيها بانلز كتيره اقدر اضخ واجيب فلوس. وعملنا بروتوكول تطوير المدارس الفنيه خاصه الصناعيه. ايوه. ايه الزراعيه بقى والتجاريه؟ جاي كل اخبارها ايه التجاريه والزراعيه؟ بلخص سؤال للاستاذه فاطمه في ان لاول مره يبقى في نائب وزير لل هقول لك فكرتها. ده احنا وحدين نتناقش مع الزملاء خشينا ان يكون دي بتنسرق من وزاره التعليم. الوزاره مستقله. احنا عايزين نعمل كده. هو هقول لحضرتك. رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قرر انه يعمل وزاره للتعليم الفني والتدريب المهني. بحقيقه. قالها لي كده. ايه رايك؟ قلت له فكره كويسه قوي بس ما تتعملش دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له النهارده التدريب المهني موجود في 11 وزاره. مراكز التدريب. التعليم الفني موجود في 3 وزارات. خلي بالك كل الناس فاكره التعليم الفني في وزاره التعليم لا موجود في وزاره الصحه وفي الانتاج الحربي. الصحه بتطلع بتوع التمريض، الانتاج الحربي بيطلع بيعمل تعليم فني. طيب بما ان عندي 11 و3 يبقى 14 وزاره. عشان اعمل وزاره النهارده عملت خناقه. يبقى لازم اعمل هيكله، اعمل تعاون، اعمل نظام، اشوف الاصول هتتنقل ازاي، اعمل تشريع. انا هطلع وزاره بغير تشريع؟ اعمل وزاره ما تعرفش تطلع شهاده؟ لازم تشريع. فاقتنع بالكلام ده. طب ازاي بس انا مهتم بالتعليم الفني وانت مهتم بالتعليم الفني وعايزين نوصل للمرحله دي؟ يبقى لازم نعمل مرحله بينيه ان احنا نجيب واحد بدرجه عاليه جدا يحلف يمين عشان يبقى مسؤول قدام الدوله وقدام مجلس الوزراء وقدام رئيس الجمهوريه بدرجه نائب وزير للتعليم الفني والتدريب. موضوع النتيجه ده موضوع نسبي. ليه؟ لان انت كان زمان بتلاقي 105 و110 و108 مفيش حاجه دلوقتي 100%. لا يمكن، نادر ان انت تلاقي واحد جاب 100%. لا يمكن تلاقي حد فوق ال 100%. لان شلنا المستوى ده. المستوى الرفيع بالظبط. فخلاص احنا كان العالم كله بيضحك علينا. 105% 108%. ازاي؟ اذا كان في قوانين بقول لكم اهي بتقول ان مفيش كفاءه 100%. تمام. طب يعني يا فندم السنه اللي فاتت كانت كام في الميه نسبه النجاح؟ 85. 85 يعني متوقع انها مثلا 87؟ لا مش قوي. بص انا ما اقدرش اقول لك لسه. يعني كان متوقع. بص خلينا نقول اللي في ايدينا دلوقتي انها لن تقل عن نتيجه العام. ده اللي في ايديا دلوقتي. طب من تصحيح المواد المختلفه بس خلي بال حضرتك ان اللي جايب بنمره هنا كويسه ممكن يجيب نمره هنا وحشه. يعني مش ماتشت يعني. بعض المواد اللي كان فيها شكاوى يعني من الامتحانات من طولها ومن صعوبتها وكده، النتيجه العينات اثبتت. اقول لحضرتك احنا كان عندنا مشكلتين كبار قوي معظم الطلبه شاركوا فيها، العربي واللغه الانجليزيه. العربي مشكلته كانت مشكله الطلبه مش مشكله الامتحان. يعني كان في اختياري والطلبه حلت الاختياري كمان. فتصوروا الامتحان طويل. ودي يعني رغم ان احنا منبهين وطلعنا المعايير وقلنا ونبهنا لكن ما تفهميش ايه اللي بيحصل للطلبه. ان يقول له حل واحد من الاثنين يقوم يحل واحد واثنين. ليه بتضيع وقتك ليه؟
عشان ياخد الدرجه الاعلى. يعني دي ظاهره دي يرجع ليها اللغه الانجليزيه. كان في فعلا سؤال كان صعب قوي، ولما عملنا العينه طلع ان معظم الطلبه مش مجاوبه فيه، واحنا مش ضد الطلبه بس قعدنا توزيع الدرجات على الاسئله الاخرى مع الاحتفاظ. الطالب اللي جاوب ياخد الدرجه النهائيه. اه كده ما كانش هيبقى ده انا قلتها اكتر من مره. لا لازم انت حق الطالب كويس. انا وانا في الثانويه العامه كان في سؤال ناقص سطر انا فاكره لغايه دلوقتي، فانا خلصت الامتحان كله ورحت راجع على المساله دي، قلت بقى ايه اقعد ابخبخ، فرحت عامل الامتحان بالعكس واستنتجت السطر اللي ناقص وحليت المساله، وكنت الوحيد في مصر اللي حل هذا السؤال. ما شاء الله. لانه كان ناقص سطر وبعدين حصل نفس اللي حصل، ان شالوا درجته ووزعوها على كله، وانا اتضريت. ايوه صح. صحيح انا جبت النمره النهائيه بس كنت عايز ابقى مميز. بالظبط. ما هي دي السنه المحطوطه للطالب المميز ولازم تبقى مميز. هل متوقع سيادتك على يوم الخميس اخر النهار يكون في نسبه نجاح شبه مؤكده بالنسبه لل انهي خميس؟ لا الخميس ما نتكلمش عن الخميس اللي فات. الخميس 18 يعني لسه ما نقدرش نطلع نسب خالص. انا بقول لحضرتك هي الفكره في ايه؟ ان احنا بنطلع ماده ماده دلوقتي. لكن لما تتجمع يبقى الشكل مختلف. معالي الوزير، مساله غياب الطلاب المدارس دي مشكله كبيره جدا خاصه في الثانويه العامه الشهادات الرسميه. ودي طبعا سببها من ضمن اسبابها مساله الدروس الخصوصيه. ازاي الوزاره تقدر تواجه مشكله غياب الطلاب ده؟ لو انت حضرتك احنا بنعمل نظام دلوقتي، ان احنا بنعمل نظام دلوقتي مراقبه واداره للمدارس الكترونيه للمدرسين وللطلاب، وهنعظم قوي عقوبه الغياب للاثنين للطالب والمدرس، بحيث ان احنا يبقى عندنا يوم دراسي منتظم. وخلي بالك ان عندنا التفوق بقى، دي نقطه اخيره اقولها، احنا كان عندنا التفوق هو حاجه الرياضه بس، في قرار وزاري بيعدي دلوقتي حضرتك عارف ان احنا يبقى عندنا اربع عناصر مهمين جدا يدوا درجات للطالب تفوق. تكنولوجي اللي هو الاختراع والقراءه والحاجه العلميه يعني، الرياضه لان حاجه مهمه، وكمان عندنا المواهب زي واحد موهوب وبيرسم كويس، واحد موهوب وعمل براءه اختراع يعني، وعندنا كمان الغياب دي مهمه جدا. ليه؟ لان انا هحفز الطالب، حضوره هياخد عليه درجات، عدم حضوره هيتفصل، هيحصل له مشاكل، هيحصل له. فاحنا بنشجع الطلاب، لازم تشجع الطالب، لازم تدي له حافز، لازم تجذبه بطريقه كويسه، لازم يبقى في المدرسه في انشطه، لانه طاقات. خلي بالك الشباب ده طاقه، لما يروح يلاقي في المدرسه انه يقدر يرسم لان عنده موهبه، انه يقدر يلعب رياضه علشان عنده طاقه عايز يطلعها، انه يقدر البنات مثلا يخشوا الاقتصاد المنزلي ويعملوا حاجات. مزيكا، احنا عندنا عملنا حاجات كويسه قوي، مسرحه المناهج سمعتوا عنها؟ نسمع تفاصيل من سيادتك لان البعض هو كان في مدرس نشر المناهج باسلوب الغنى على الانترنت. لا لا ده كان بالراس. عايز اقول لكم احنا عندنا كل القصص اذا كانت عربي ولا انجليزي اتعملت مسرحيات وانا افتتحتها بنفسي. الطالب يقعد لمده ساعه يتفرج على مسرحيه درس المنهج كله واتبسط جدا، وهحطها على موقع الوزاره بعد كده عشان اي واحد يقدر يشوفها. طيب عندنا اناشيد موجوده في المنهج، جبنا دكتوره منكم من جامعه حلوان شغلتها انها بتلحن جدا، بحيث الطالب لما يسمع النشيد او القطع اللي عنده او الشعر اللي عنده بالمزيكا يخش دماغه. طيب النحو اصعب حاجه مش كده؟ النحو بيتعمل دلوقتي بيتلحق وبيتعمل زي الاغنيه بحيث ان الطالب يقدر. كان زمان في المدارس بيعلموه لنا بايقاع معين طريقه التجويد بالظبط. لا هيتعمل التجويد في ناس تقبله وفي ناس ما تقبلش، لكن ده هيتعمل بطريقه ان احنا نلحن ان الناس تحب قوي ان تسمع الحكايه على شكل اغنيه بشكل سهل بشكل جذاب. يبقى ده كل ده في عمل، عشان كده بقول لكم ان من اصول الخطه الاستراتيجيه دي يبدا تطبيقها من 1/7 من اسبوع من 10 ايام. لكن احنا في حاجات بدات تنفذها من قبل ما تعتمد على الخطه. ايوه مش عارف ازاي. هقول لحضرتك لان في حد يختلف على اننا لازم نعلم ولادنا القرايه والكتابه؟ محتاجه الخطه الاستراتيجيه دي؟
طيب احنا عملنا الحكايه دي ونفذناها ب 100%، يعني في حاجات خلصت 100% اللي هو القرائيه على الاولى لسنه ابتدائي. اه صحيح كفاءه الاداء من 85% لكن المشروع نفسه اتعمل، كان محتاج 6 سنين اتعمل في سنه. تطوير التكنولوجي حقق 30% قبل اعتماد الخطه الاستراتيجيه، ان احنا طبقناها في 9 محافظات. اللي هو التابلت بتوزع على الطلبه 1 تو 1 تعليم الكتروني. عندي مشاكل فيه بقول لكم تقييم طلع ان في مشاكل، المعلمين محتاجين تدريب اكتر. المناهج عايزه تتعمل كلها متاخره شويه المناهج، ليه؟ لان احنا بنغير المناهج. لكن هتتعمل انتر اكتف كريكولا، يعني اللي هي المناهج التفاعليه عشان يحصل تفاعل بين الطالب والمعلم والطالب والطالب. بس حققت 30% قبل بدايه الخطه الاستراتيجيه. عندنا المدارس، كميه المدارس اللي اتعملت محققه 300%. ليه؟ لان الاصول بتبني 300 مدرسه، احنا هنوصل لايه؟ ل 3000 مدرسه. يبقى محققين صحيح، احنا خلصنا 1150 امبارح بس ناويين نكمل بحيث ان احنا محققين هنحقق 300% قبل ما نبدا الخطه الاستراتيجيه. حد يعترض على اللي انا قلته؟ ان احنا نعلم العيال القرايه والكتابه، ان احنا نبني مدارس، ان احنا نعمل تطوير تكنولوجي، ان احنا نغير مناهج. المناهج محققه اكتر من 45% تغيير، لان احنا ما نقدرش نغير كل المناهج في سنه واحده. لان لازم خلي بالكم ان المناهج راكبه على بعضها، فما ينفعش تروح مغير ل 12 سنه مره واحده. لا لا، الابتدائي ممكن ناخد من تحت، فبناخد من تحت لفوق، او نعمل زي ما انا عامل ان احنا خدنا 6 سنين من الابتدائي واولى اعدادي واولى ثانوي مرحليا كده، بحيث ان احنا على ال3 سنين ال 12 سنه اتغيرت. تمام، بس مبنيه على بعضها عشان ما يبقاش في حشو، ما يبقاش في تكرار. المناهج راكبه على بعضها، اللي بيسموها المصفوفه، العلميين اللي زيي واللي بيدرسوا الاسلوب الرياضي ده، الرياضيات ان انت تعمل مصفوفه، ان انت هتدرس دي تيجي السنه اللي بعديها تكمل عليها، مش تاخد نفس الكلام او ملوش علاقه باللي قبله، مبني على بعض. هو ده الاسلوب العلمي اللي لازم يتبع في التعليم. 3 سنين يا جماعه، مش معنى كده ان انا بقول ان انا عايز اقعد 3 سنين. لو حصل امل التفكير 3 سنين والناس هتحس بجديه شديده جدا في التعليم، وهيبان ملامحها السنه الجايه على طول. يمكن بعض الملامح بانت زي ما قلنا ال3 مشاريع الكبار اللي اتعملوا دول، لكن الناس هتحس قوي مع بدايه الفصل الدراسي العام القادم في سبتمبر. كل سنه الناس هتحس بتقدم. ليه؟ لان لما انا في ناس كتير قوي، انا موبايل الناس كلها عارفاه، بيجي لي اكتر من 1000 مكالمه واكتر من 2000 مسج في اليوم، معظمهم ناس مبسوطه، وبعض الحاجات التانيه معاكسات، وبعض الحاجات التانيه شتيمه.